بعد أزمة خانقة في المشتقات النفطية تسببت في خلق صعوبات ومعاناة إضافية للمواطنين في عدن. ها هي تنفرج الأزمة، ولكن بشكل يقول المواطنون إنه غير مطمئن قياسا بدرجة استمرار الأزمة في الفترة الماضية ومراوحتها نفس المكان. الارتفاع الكبير في أسعار الوقود والطوابير الطويلة للسيارات أمام المحطات للحصول على ما يمكن أن يحافظ على حركة الحياة كان أحد عناوين المعاناة المجتمعية في عدن، العاصمة التي تبحث عن الخروج من مجموعة الأزمات المتراكمة. المدير العام لشركة النفط مانع بن حدور قال إن الشركة بدأت بتمويل المحطات بالوقود اللازم من مادتي الديزل والبترول، حيث شمل التزويد محطات بيع الوقود التابعة لشركة النفط والتابعة للقطاع الخاص بما يلبي احتياجات السوق المحلية. وفيما ظلت الأزمة طويلاً نتيجة عوامل متعددة منها المشاكل الأمنية في المحافظة، كانت شاحنات النفط محتجزة بإعاز من تجار قرروا شراء المشتقات النفطية من حضرموت ومن ثم بيعها في محطات عدن بأسعار أخرى، وهو الأمر الذي يعد مخالفاً للوائح المنظمة لبيع المواد النفطية التي لا تسمح بالاستيراد إلا لشركة النفط. شيئاً فشيئاً تنفرج الأزمة النفطية، ولكن أمام توجس من إمكانية عودتها. وبين هذا وذاك ما تزال العاصمة المؤقتة عدن تبحث عن تطبيع الحياة وإيقاف الأزمات التي تراكمت منذ تم تحريرها.